نرحب كالعادة بضيف حلقتنا. ينضم إلينا السيد توفيق طعمة الخبير بالشأن الأمريكي من لوس أنجلوس. سيد طعمة مساء الخير، كيف تبدو الأجواء الأمريكية بعد الأجواء السياسية نتحدث هنا بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي؟ وهذه الأجواء برأيك هل ستنعكس على زيارة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى واشنطن؟ تحياتي لكم أخي الأستاذ صالح وتحية للمشاهدين الكرام. أهلا بكم. الحقيقة ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من انسحاب الرئيس الأمريكي من الانتخابات، والآن هناك مرشح قادم ويعتقد أن تكون كاميلا هاريس نائبة الرئيس هي المرشحة للسباق الانتخابي في الولايات المتحدة ضد المنافسة ترامب. بتقديري أن ما يحدث هو الحقيقة الآن خاصة في أوساط الحزب الديمقراطي هناك أزمة يعيشها الحزب الديمقراطي، حتى الآن لا يوجد إجماع بشكل كبير جدا على المرشحة حتى هذه اللحظة، فهناك بعض الارتباكات، هناك بعض المؤيدين الذين تحدثوا حقيقة عن كاميلا هاريس، هناك من يريد فور كاميلا هاريس أن تكون هي المرشحة، والبعض الآخر ما زال يلتزم الصوت مثل الرئيس السابق باراك أوباما. وبالتالي الآن المشهد ما يحدث في الحزب الديمقراطي، الآن هناك مرشحة، هناك مؤتمر قادم في الشهر القادم وهو مؤتمر الحزب الديمقراطي، وفي هذا الحزب يتم ترشيح الرئيس بشكل رسمي من قبل المندوبين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يكون المرشح الرسمي يوم 19 من الشهر القادم. لكن بتقديري أن يتم هذا، سيتم بتقديري أن يكون هناك تصويت افتراضي قبل انعقاد المؤتمر، لأنه لا يوجد عندهم مزيد من الوقت، الوقت ينفذ الآن. إذا الترشح غير مضمون لكاميلا هاريس يعني بعد، رغم أنها الآن تتعامل وكأنها هي المرشحة الفعلية للحزب الديمقراطي. نعم هذا صحيح، نعم هي تتعامل وكأنها هي المرشحة وهي تسابق يبدو أن الزمن، وهي تريد يعني كما نقول قطع الخط على أي مرشح يريد أن يترشح لرئاسة البلاد في المستقبل القادم، هي تتعامل بهذه الطريقة. في أوساط الحزب الديمقراطي غير راضين عن هذه الأسلوب، عن هذه الطريقة، وبالتالي هذا يتم إذا كان فعلا الحزب الديمقراطي يريد هزيمة ترامب في الانتخابات القادمة، فلا بد عليه إلا أن يتوحد، أن يكون هناك قرار واحد أنهم يتفقون على هذه الشخصية إذا كانت فعلا كاميلا هاريس، ويدعموها بشكل كبير جدا من الرؤساء السابقين من الحزب الديمقراطي ومن الرئيس الحالي ومن جميع شرائح المجتمع الأوساط الحزب الديمقراطي. نعم قد تكون هناك وقد تفوز الانتخابات، لا نعرف حتى هذه اللحظة. طيب هذه الأجواء سيد طعمة لا تبدو مغاتية لاستضافة أي شخصية أجنبية. الآن نتنياهو يحل في واشنطن والأمريكيون منشغلون بهمومهم الداخلية، من سيلتفت لهذا الرجل الآن، خصوصا والكل يعلم بأنه مجرم حرب في النهاية ومطلوب دوليا الآن؟ نعم هذا صحيح أخي الأستاذ صالح، الدعوة وجهت لنتنياهو من قبل رئيس مجلس النواب الجمهوري لزيارة أمريكا ويلقي خطاب في مجلس في الكونغرس قبل استقالة أو قبل انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فكانت هذه الزيارة كانت يعني كانت مؤكدة لزيارة أمريكا. الآن تأتي هذه الزيارة، أنا بتقديري أن الحزب الديمقراطي يريد إنجاز صفقة ما، يريد اتفاق بين دولة الكيان وبين حركة حماس، لأنه عدم اتفاق واستمرار العدوان على قطاع غزة واستمرار بايدن في نهجه وعدوانيته ودعمه للكيان، هذا لن يصب في مصلحة كاميلا هاريس فيما لو كانت هي المرشحة عن الحزب الديمقراطي، هذا لا يسوء في مصلحة. وبالتالي أنا بتقديري سيجتمع رئيس دولة الكيان مع مع بايدن ومع أيضا كاميلا هاريس، وأيضا سيجتمع مع الطرف الآخر مع ترامب. الآن بتقديري أن ستكون هناك نوع من الضغوطات، ولكن ليست الضغوطات الكافية التي تجعل نتنياهو يعني يقبل بالصيغة التي هي الصيغة الأمريكية الرئيسية أو الصيغة الأولى قبل
أن تأتي عليها وقبل أن يضيف عليها نتنياهو يضيف شروط إضافية تعرقل الصفقة التي وافقت عليها الولايات المتحدة وباركتها أيضا عندما وافقت عليها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. هو المرجح سيد طعمة هنا أن يتلقى ربما نتنياهو خلال لقاءاته رسائل متضاربة، قد يجلس مع الرئيس المنتهي ولايته بايدن ويعرض عليه ربما التوصل إلى صفقة كما تشير حضرتك، لأن هذا ربما قد يصب في صالح الديمقراطيين وحظوظهم التي تبدو أقل من الجمهوريين في هذا السباق، وكأنهم أنجزوا إنجاز ما، وبالتالي قد يدفعون بجمهور واسع للتصويت لصالحهم. لكن عندما يجلس مع ترامب ربما يحصل على رسالة مختلفة تماما، يقول له تريث بعد الانتخابات ثم نعقد صفقة. فبرأيك يعني كيف سيتعامل ربما نتنياهو مع هذه وجهات النظر المختلفة؟ نعم، يعني بتقديري أن نتنياهو قبل انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات كان يعول أن الرئيس ترامب هو من سيفوز في الانتخابات، وفعلا حقيقة إذا لو بقي بايدن في الانتخابات ترامب سيفوز بشكل مؤكد، لكن الآن اختلف الوضع. الآن نتنياهو لا يعرف الآن من سيفوز في الانتخابات، فخطابه في الكونغرس الأمريكي سيكون متوازي بين الحزب الديمقراطي وبين حزب الجمهوري. هو لا يريد أن يدعم الحزب الجمهوري على حساب الديمقراطي. قد يفوز الحزب الديمقراطي، قد تفوز كاميلا هاريس، والآن أن يقدم دعمه لنتنياهو يضع نتنياهو في موقف صعب أمام الإدارة القادمة الجديدة إذا كانت هي فعلا إدارة ديمقراطية. وبالتالي خطابه بتقديري سيكون خطاب متوازن. هو طبعا يريد استمرار العدوان على قطاع غزة، هو يريد أن يكون حليف ترامب أن يفوز في الانتخابات، لأن ترامب سيعطيه كل ما يريد، عطاء القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة وضم الجولان، لم يبقى عليه إلا أن يضم الضفة الغربية بشكل كامل، وهذا ما جاء يتحدث عنه مع ترامب ومع الحلف ترامب، أنه هاي أجندة نتنياهو، أنه يريد ضم الضفة الغربية ويريد موافقة ويريد ضوء أخضر أمريكي من هذا الطرف إذا فاز ترامب. أيضا أن يكون هناك عدوان على إيران، مثلا أن يكون يستهدف إيران استهداف المفاعل المنشآت النووية في إيران، أو أنه شن حروب إقليمية مثل حرب في الشمال مع حزب الله، وكما حدث أيضا مع الحوثيين في اليمن. وبالتالي نتنياهو يريد استمرار العدوان، يريد استمرار الحرب لمصالحه الشخصية ومصالح الطهيونية. نتنياهو قبل صعود الطائرة متوجها إلى واشنطن قال إسرائيل ستبقى الحليف الأهم للولايات المتحدة. لمن توجه برأيك هذه الرسالة وماذا تخفي، خصوصا في ظل ما ذكرت منذ قليل بأن نتنياهو الآن قد يبدو مرتبك ولا يدري لمن تميل الكفة، للديمقراطيين أم للجمهوريين؟ نعم بالتأكيد هذا ما أكدنا وقلنا أنه في هذا الحديث يريد أن يقول لأمريكا أنه أي سنتعامل مع أي حكومة قادمة، مع أي إدارة قادمة سنتعامل معكم، ولا يريد أن يظهر وكأنه يأتي لمناصرة حليف ترامب أو جاء ليروج لحملة ترامب ويعتقد أن ترامب هو من سيفوز في الانتخابات. بتقديري أن هذا يعني يريد أن يضع نفسه على منتصف الطريق ولا يريد الانحياز لا يمينا ولا شمالا، خشية من أن يفوز الطرف الآخر، وإذا فاز الطرف الآخر وهو على عداء مع هذا لن يعطيه ولن يقدم له، أو سيكون من الصعب جدا أن يقدم هذا الحزب لنتنياهو ما يريد، لأنه هو يعني نحن في نتدارك أو أنه نتذكر ما قاله ترامب عندما فاز بايدن في الانتخابات ونتنياهو هنأ بايدن في الانتخابات واستخدم كلمة الأف وورد يعني الكلمة المسبي لنتنياهو، وقال إنك أنت غدرت فيي، أنا قدمت لك كل شيء وأنت غدرت فيي. يعني كانت هناك، وأيضا حتى ترامب انتقد سياسة نتنياهو وطلب منه الاستقالة لأنه لا يعرف حتى لم يدير شؤون الحرب في قطاع غزة. وبالتالي هناك مواقف متناقضة حقيقة حتى من ترامب نفسه، هناك مواقف متناقضة، والشخصية ترامب هي عادة التي تدير العلاقات
مع الحلفاء، مع الملفات الخارجية، علاقته الشخصية، ليس علاقة الدولي وليست علاقة الحزب بالأمور الداخلية أو الأمور الخارجية. أختم معك سيد طعمة، لو أردنا أن نحوصل ما ذكرناه، مجرم حرب يلقي خطاب أمام الكونغرس يصافحه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة دون مراعاة لربما للحصيلة الثقيلة للضحايا في غزة والتي تجاوزت 39,000. الآن جبهة اليمن ملتهبة، جبهة لبنان كذلك، جبهة العراق، الوضع كما يقول الرئيس المصري يعني على أبواب الانفجار. ما هو تقييمك أو الخلاصة ربما التي ستصلها الإدارة الأمريكية وعلى أساسها ستنصح نتنياهو؟ هل سيميل الرأي برأيك إلى عقد صفقة قريبة أم ربما إلى دعمه والمضي قدما في هذه الحرب المجنونة؟ أنا بتقديري أنه ستبقى السياسة الأمريكية كما هي عليه الآن. قد يكون هناك نوع من الضغوطات ولكن لا يريد أن يضغطوا على نتنياهو بالشكل كافي، نظرا لاعتبارات ولأسباب داخلية انتخابية سياسية في داخل أمريكا، لأن الحزب الديمقراطي لا يريد أن يخسر الأصوات اليهودية الداعمة حتى للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو لا يريد أن يضغط بما فيه الكفاية على نتنياهو لوقف العدوان، للصياع أو لإبرام اتفاقية مع حركة حماس ووقف الإطلاق النار، لأن نتنياهو كما قلت أخي لا يريد وقف إطلاق النار، يريد سيطرة كاملة، أضاف شروط جديدة على السياق لعرقلة أي اتفاق، وبالتالي أن السياسة الأمريكية لا تتغير، ستبقى كما هي بغض النظر من يكون في البيت الأبيض سواء كان ديمقراطي أو جمهوري. السياسة الأمريكية في العلاقة اللي تربط الإدارة الأمريكية بدولة الكيان هي علاقة استراتيجية، هاي السياسة لا تتغير مع تغير الرؤساء أو تغير الإدارات أو تغير حتى لو كان هناك أزمات وعلاقة أو مشاكل شخصية أو أزمات بين الحكومتين، هذا لا يغير. ولاحظنا أن هناك أزمة بين بايدن وبين نتنياهو منذ اليوم الأول أن فاز بايدن في الانتخابات في عام 2021، وحتى الآن لم يدعى إلى البيت الأبيض نتنياهو، لم يدعى. قد تكون هذه المرة الأولى التي يفوز يدل، هذا يدل على أن صحيح هناك خلافات ولكن العلاقة ما زالت مستمرة. بايدن يدعم مجرمي الحرب، وبالتالي تحدثت أنت أخي الكريم عن مجرمي الحرب، نعم هؤلاء مجرمي حرب وأولهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذا الرجل يجب أن يحاكم في محكمة الجنائية الدولية مثله مثل نتنياهو. جو بايدن هو صهيوني أكثر من نتنياهو، وصهيوني أكثر من بن كثير وسموتريش، وأيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي قدم الدعوة إلى نتنياهو هو أيضا كما نقول هو صهيوني للنخاع، صهيوني. وهؤلاء الصهاينه من الحزب الجمهوري يدعمون إسرائيل بكل شيء، وبالتالي يعني هؤلاء يعني يشاهدون القتل والدمار والخراب وقتل الأطفال والنساء والعالم كله والإدانات الدولية ومحكمة العدل الدولية التي حكمت قبل عدة أيام، وأيضا محكمة الجنائية الدولية اللي أصدرت أو المدعي العام اللي أصدر مذكرة اعتقال لرئيس الحكومة ووزير الدفاع. كل هذا لا تضع الولايات المتحدة ومشرعيها لا يضعوا هذا بالحسبان، لا يعتقدوا أن إسرائيل تقوم تقترف جرائم حرب، وهذا كان على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتقد كل هذه المجازر، كل هذا القتل، هذا البشاعة التي تحصل في قطاع غزة، لا يعتقدون أن إسرائيل تقوم بجريمة حرب، وبالتالي هؤلاء يجب أن يكونوا خلف القضبان وليسوا في مكاتبهم البيضاء. الأستاذ توفيق طعمة الخبير بالشأن الأمريكي من لوس أنجلوس، نشكرك جزيل الشكر.